مشاهدينا، اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كاميرا العقارية. احنا معاكم النهاردة من المعرض العقاري لإسكان البترول اللي بيقام في نادي بوترو سبورت. زي ما عودناكم هتقدم لكم تغطية خاصة، تابعوا. وبيشرفني استاذ هشام الحاج، مشرف مبيعات بمجموعه ازميل العقاريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اول حاجه بهني حضرتك على مشاركتكم في المعرض، وطبعا انتم مش اول مره تشاركوا في المعرض ده، واحنا دايما بنغطي معاكم، بس احب اعرف رايك في خلال فتره المعرض والفعاليات بتاعه الدوره اللي احنا فيها النهارده، هل هي احسن بكتير من الدوره اللي فاتت في التنظيم في الاقبال؟ بص، هو كل مرة سوق أو بمعنى أصح المعرض بتاع رافال بيجذب ناس أكتر أو بيجذب عملاء أكتر، بيبتدي يتعرف للعملاء أكتر، خاصة إن الناس كل مادة بتهتم أكتر بسوق العقار في ظل مثلا ظروف اقتصادية. شايفين إن أأمن حاجة دلوقتي الناس تحط فيها فلوسها دلوقتي هي العقار، سعر متر بيزيد وفي نفس الوقت حركة استثمار دايرة بسرعة شوية، خاصة عقار التجمع الخامس. رؤية أزميل في الاستثمار العقاري في الفترة الحالية في مصر إيه؟ أزميل الفترة الحالية بتحاول إن هي تسعى إن هي تضخ مشاريع كتير قوي، مش بس في التجمع الخامس. إحنا لو تلاحظوا إحنا عندنا مشاريعنا هنا في القاهرة الجديدة نازلين في كذا اتجاه، يعني عندنا مثلا مناطق التجمع زي منطقة اللوتس الجنوبية والشمالية ومنطقة المستثمرين ومنطقة وامتدادها ومناطق زي مثلا القرنفل والأندلس واحد واثنين. هنلاقي بعد كده ان احنا رايحين اكتر كمان اتجاه مشروع جديد دلوقتي اسمه بيت الوطن، حتى نازلين بهاشتاج اللي هو اسمه أزميل تبني بيت الوطن. فداخلين بمشاريع كتير قوي في التجمع الخامس وفي القاهرة. غير القاهرة كمان داخلين في مشروع زي سيلي نبي ده في الغردقة كاستثمار وفي نفس الوقت شغل سياحي، سعر متر عندي هناك بيزيد وفي نفس الوقت اتجاه أزميل السياحي يكون في مكان بالفعل يكون أنفع روحه معظم أيام السنة زي مشروعنا اللي هو سيلي نبي في الغردقة. ممكن أسمع من حضرتك تفاصيل أكتر عن مشروع سيلي نبي؟ طبعا مشروع سيلي نبي عندي هناك مشروع ريزورت متكامل بيبتدي بفندق راقي جدا، بعد الفندق بنيجي مجموعة شاليهات كتيرة هتبقى تشطيب كامل بطبعا كاملة الخدمات، يعني الوحدات كلها متشطبة تشطيب كامل. المعرض كمان نازلين فيه بعرض الفرش كامل لكل الوحدات ايا كانت. الريزورت طبعا شامل كل الخدمات، يعني سويمنج بول، عندي الحراسة، الصيانة، النظافة الدائمة، عندي بعد كده المارينا، حتى بعد كده بوفر للعميل ان هو يستثمر فيما بعد لو حب ان هو يأجر الشاليه بتاعه، لو حب ان هو يبيع الشاليه بتاعه، عندي إدارة استثمار للمكان نفسه.
المكان طبعا هناك يعتبر على البحر دايركت، وده نادرا دلوقتي لما نلاقي مكان دايركت على البحر. ممكن مثلا حد يبقى واخد قدامه وبعد كده بناخد شط معين نتفق مع الشركة، لكن الحمد لله رب العالمين المكان على البحر دايركت. كل الوحدات اللي فيه بتبقى شايفة عاملين لها الفيو بتاعها يا إما جاردن وده بيبقى شايف البحر، يا إما الفيو بتاعها بسين وبرضه ده شايف البحر. طيب خلينا نتكلم عن المشاريع اللي هي هنا اوريدي معانا في البارتيشن. اوكي، احنا عندنا مشاريعنا في التجمع الخامس. نقدر نقول ان احنا ماشيين في اطارنا عادي في القاهره الجديده، في مشاريعنا اللي هي زي مشاريع المناطق زي منطقه اللوتس الجنوبيه واللوتس الشماليه ومنطقه القرون في الفيلات والاندلس 1 و2. يمكن بننافس دلوقتي بفكره جديده الحمد لله رب العالمين ثبت نجاحها قوي، فكره ميني كومباوند في منطقه معينه. الميني كومباوند ده اللي هو العميل اللي هو عاوز ياخد في قلب التجمع الخامس، بس في نفس الوقت بيمنعه عن ده ان هو يبقى عايز يعيش في كومباوند متكامل الخدمات. بوفر له ده في ميني كومباوند اللي هو مثلا بيبقى عباره عن عمارتين زي اللوتس. لو هنروح في القرنفل هيكون 3 فيلات، في اللوتس مثلا عمارتين متكامل الخدمات، حراسه، صيانه، نظافه، وفي نفس الوقت بسين، جيم، كافيه، اريا، الاعداد راحه للساكنين العمارتين، وفي نفس الوقت الحراسه بتاعتهم الوحدات نفسها متشطبه تشطيب كامل على اعلى مستوى، دهانات يوتن وبركي اتش دي اف والكلام ده كله. الكلام ده كله داخل في سعر المتر. سعر المتر كام؟ سعر المتر هنلاقيه بيتراوح ما بين في الوحدات ما بين 7000 لغايه 8800. هل في اوفرز عليه خلال المعرض؟ بالظبط، احنا نازلين في اوفر في المعرض ان احنا ان شاء الله نكون عاملين فرش المطبخ والحمام مجانا، وفي نفس الوقت عرض خصم 5% ممكن يصل لغايه 10%. طيب ممكن حضرتك تشرح لي نظام التقسيط؟ نظام التقسيط يعني على حسب، في كذا نظام. في اول نظام اللي هو العميل اللي عاوز يريح الدنيا خالص في اقساطه ويدفع مقدم بسيط والباقي دفعات واقساط لمده مثلا 5 سنوات، نقدر نقول 60 شهر. وفي نظام تاني ان ازود المقدم شويه، مثلا ممكن بدل ما هو 20% او 25%، النظام اللي هو ممكن يقسط فيه على 60 شهر ده ممكن يدفع فيه 15% بس مقدم، بعد كده ممكن نعلى بالمقدم شويه 20% 25%، بننافس في المعرض ده باقل مقدمات موجوده في التجمع بس، والباقي بيبقى دفعات واقساط لمده 60 شهر او 48 شهر او 24 شهر. والتسليم؟ التسليم ان شاء الله مش بعيد، احنا بنتكلم في تسليم 6/2018. ده بالنسبه لفكره الميني كومباوند. طبعا عاملين زيها نفس الفكره بالظبط للناس اللي هي عايزه ميني كومباوند، بس في نفس الوقت في منطقه زي منطقه الفيلات مش منطقه ايه عمارات، فعاملين ميني كومباوند القصر موجود في القرنفل، منطقه القرنفل فيلات. ده بالنسبه للتجمع، ناهيكي طبعا عن المشروعات بتاعتنا اللي موجوده في الاندلس 1 و2 باسعار مميزه قوي وطرق سداد مميزه جدا. نقدر نروح بعد كده لمشروعنا الضخم اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، مشروع ازميل تبني بيت الوطن. اماكن رائعه جدا، مكان راقي جدا زي بيت الوطن، موجود في وسط مناطق اسكان ترفيهي وكومباوندات بينه وبين شارع 90 اقل من دقيقه، بينه وبين طريق السويس اقل من 3 دقائق. مكان مميز قوي، يعتبر نقدر نقول في قلب التجمع الخامس، هنستلم فيه كمان 4 سنين. الميزه ان انا عامل العميل ان هو ممكن يدفع مقدم 10% بس ويبتدي يقسط براحته على 100 شهر. والتسليم برضو 2018؟ لا ان شاء الله هيكون 9/2020 بالظبط ان شاء الله. طيب لو اخد تفاصيل اكتر عن مشروع بيت الوطن، المساحات فيه قد ايه؟ المساحات فيه بتبتدي عندي من 120 متر، فهنلاقي المقدمات مثلا في بيت الوطن ممكن تبتدي ب 60,000، ممكن اسكن في التجمع بمقدم 60,000، وابتدي اقسط 3,000 في الشهر بس لمده 60 شهر. هيك طبعا برضه في دفعات بتبقى كل 6 شهور اول 4 سنين بس بدفع حوالي 30,000، دي طبعا بتبتدي من 120 متر، بعد كده تبتدي تعلى بالتدريج، في عندي 137، في 160، 170 وهكذا لغايه ما بتوصل لغايه 237 متر او 240 متر. انا بتمنى لحضرتك التوفيق وبشكرك جدا، ان شاء الله ربنا يوفقكم خلال المعرض وخارج المعرض اكيد. انا بشكر حضرتك جدا.
بيشرفني استاذ عبد الرحمن سيد مدير مبيعات شركه رياده. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، شرفتونا. احنا مع حضرتك النهارده، ده فعاليات تاني يوم للمعرض. اول حاجه عايزه اسمعها من حضرتك، رايك ايه في التنظيم وهل الاقبال كويس اليومين دول؟ والله هو معرض رافال من المعارض طبعا اللي احنا حريصين دايما بيبقى على التواجد فيها بشكل دوري، وفي نفس الوقت لا التنظيم الحمد لله كالعاده يعني بيبقى ماشي من اول يوم بشكل كويس جدا جدا. طبعا موضوع بقى التواجد او تواجد العملاء في المكان بيبدا بشكل تدريجي. اول يوم اللي هو كان امبارح كانت الدنيا ما اعتقدش كانت قويه، اولا ده كان يوم افتتاح، ولكن من بدايه من النهارده ونامل ان شاء الله بكره وبعده لا الدنيا الحمد لله في تحسن وفي زيارات ما شاء الله كبيره جدا، واحنا كشركه على مستوى الشخصي لا ما شاء الله استقبلنا عدد محترم من العملاء. يعني احنا كشركه رياده طبعا ما فيش حد ما يعرف شركه رياده، بس احنا عايزين برضو نسمع نبذه تاني نفكر الناس ونوصلها للناس. احنا شركه رياده هي شركه استثمار عقاري متخصصه في المشاريع السكنيه داخل التجمع الخامس، بنستهدف سوق التجمع الخامس على اعتباره من الاسواق المميزه في سوق العقارات بشكل عام في التجمع الخامس في مصر بشكل عام، ومن الاسواق اللي هي مستهدفه بشريحه كبيره من المصريين يعني سواء داخل مصر او خارج مصر. نازلين بمشاريع متنوعه وبأوفرز كتيره، وان شاء الله باذن الله نحقق حاجه كويسه باذن الله الفتره اللي جايه. يعني طيب احب اسمع من حضرتك المشاريع اللي انتم اوريدي نازلين بيها خلال المعرض. احنا عندنا مشاريع متنوعه بمساحات مختلفه في اكتر من مكان، عندنا منطقه اللوتس عمارات نازلين فيها بحوالي اكتر من 3 مشاريع، عندنا في منطقه القرنفل دي منطقه فيلات نازلين فيها برضو باكتر من مشروع، بالاضافه لمشروع مميز جدا فيها اللي هو مشروع القصر، وده مشروع عباره عن ميني كومباوند بخدمات متنوعه زي بول، زي منطقه ترفيهيه، سكيورتي، كاميرات مراقبه، بالاضافه ان احنا بنسلم مشاريعنا في مراحل تشطيبات متقدمه زي 3/4 تشطيب او تشطيب كامل سوبر لوكس. يعني احنا بنوفر للعملاء بتوعنا امن كده يا فندم. بالظبط، ده حاجه جديده احنا بنوفرها في مشروعنا الجديد اللي هو مشروع القصر، وده عباره عن ميني كومباوند، حاجه يعني ان شاء الله تعجب حضراتكم الفتره اللي جايه باذن الله. ده بنستهدف بيها العميل اللي هو بيحاول شويه نوصل معاه لمستوى اللي هو اللايف ستايل، يعني اللي هو في الاخر كل خدماته بيجدها داخل المنطقه السكنيه اللي هو ساكن فيها، زي ما قلت لحضرتك كده منطقه ترفيهيه للاطفال اولاده وكده، زائد بول هيبقى حاجه شيكه قوي، بالاضافه زي ما قلت لحضرتك كده للناحيه الامنيه في خدمات امن 24 ساعه وكاميرات مراقبه. طيب خلينا نتكلم عن مشروع بالتفصيل اكتر. عايزه ممكن مشروع اللوتس نعرف بس المساحات والاسعار في الفتره الحاليه. تمام، احنا عندنا مشروع اللوتس هي عمارات سيبريتس عندنا في اكتر من مكان، دايما احنا شويه بيبقى موضوع التميز ده شعار كده شغالين بيه طول حياتنا من اول ما بدانا شركه رياده، ففكره برضو اختيار تميز الموقع دي نقطه غايه في الاهميه. عندنا مواقع بتبقى على نواصي على اوبن فيو قدامها بيبقى حاجه رائعه جدا، جناين او شوارع رئيسيه. تمام، المساحات اللي عندنا بتبدا مساحات من 180 متر معاك لحد 350 متر. تمام، برضو في عندنا نظام اللي هو الشقه الفلات العاديه او الدوبلكسات، فدي متاحه ودي متاحه. مساحات دي المساحات بالنسبه للاسعار، اسعار عندنا برضو متنوعه، تبدا معاك من سعر المتر 5000 جنيه وصولا الى 7000 جنيه. انظمه السداد متنوعه، عندي اكتر من نظام سداد، نظام اولاني بيعتمد ان انا للعميل اللي هو حابب يدفع مقدمه قليله ومده سداد طويله، عميل تاني لا حابب ادفع مقدمه كبيره ومده قليله فبستفيد بديسكاونت مالي، فعندي اكتر من برضو من نظام سداد بستهدف بيها شرايح برضو متنوعه من العملاء حسب دخولهم وحسب امكانياتهم الماليه. يعني احنا ممكن نقول ان شركه رياده بتستهدف كل الفئات، هي بتخاطب جميع الفئات. مظبوط كده، يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اسهل على العميل اللي هو انا نفسي اسكن في التجمع الخامس بس قدراتي الماليه بتسمح بواحد اتنين تلاته، فبحاول ان انا اهيئ له نظام مالي يتناسب معاه وفي نفس الوقت لا يخل بالسياسه الماليه بتاعت الشركه، فلذلك انا عامل اكتر من نظام سداد يستوعب شريحه كبيره من العملاء. خلينا نتكلم عن منطقه الفلل. منطقه الفيلات دي منطقه القرنفل من المناطق المميزه جدا جدا وبنعتبرها من اميز المناطق الفيلات، لان ديت اولا هي منطقه كمساحه جغرافيه مش كبيره، بالاضافه ان هي محاطه بشوارع رئيسيه من 4 الجوانب بتوعها، بالاضافه ان هي عندها منطقه خدمات منفصله تماما عن المنطقه السكنيه، ودي حاجه مهمه قوي قوي قوي
يعني استوعبناها الفترة الأخيرة عكس المناطق السكنية القديمة، كانت منطقة الخدمات بتبقى في منتصف المنطقة السكنية. لا ديت منفصلة تماما، بالإضافة إن هي منطقة محاطة لإما مناطق كومباوندز أو مناطق فيلات، فتعتبر محافظة على المستوى الاجتماعي بتاع المنطقة بشكل كويس جدا جدا يعني. منطقة برضو نسبة الخدمات فيها ما شاء الله كبيرة، اللي هي المناطق الخضراء أو المناطق الترفية أو مساحات الشوارع البينية ما بين الفيلات وبعضها. تمام، الفيلات هناك المساحه البنائيه بتبقى على 45% من مساحه الارض، ولذلك بتتيح مساحات بينيه وجناين ما بين الفيلات، مساحات معقوله بتحاول توصل للعميل اللي هو يعني رفاهيه العيشه في المنطقه ديت يعني. فهي منطقه من المناطق المميزه جدا جدا جدا، وفعلا من المناطق اللي مستهدفه لكثير من اللي حابين يسكنوا في التجمع الخامس يعني منطقه. طب خلي حضرتك توضح لي المساحات بتاعه الفيلات فيها والاسعار. طيب هو بالنسبه لمنطقه القرنفل الفيلات، طبعا مناطق الفيلات غير مناطق العمارات، مناطق العمارات بتعتمد شويه ان هي مساحه الارض بتبقى كبيره، والمساحه البنائيه بتاعتها بتبقى على حوالي 60% من المساحه ديت، وبتبقى بدروم وارضي واربع ادوار، والدور ممكن يبقى مقسم من 3 شقق إلى 5 شقق. الفيلات لا بتختلف شويه، لان بتبقى المساحه البنائيه بتاعتها على مساحه 45% من مساحه الارض، وبتبقى بدروم وارضي ودورين، والدور على شقتين. ففكره ان انا اقسم الدور على شقتين فديت بتخلي مساحه الشقه في الفيلا بتبقى مساحه كبيره شويه، اللي هي لا تقل عن 200 متر معاك لحد 240 متر. تمام، بالنسبه للاسعار لا هي اسعارها برده مش بعيده، بنتكلم في سعر المتر يتراوح من 5000 الى 6500 جنيه سعر المتر، وبرده بنفس انظمه السداد المختلفه. اضيف على ده ان انا طبعا كشركه رياده العقاريه بقدم ميزه تنافسيه للسوق، ودي الميزه تقريبا اللي احنا منفردين بيها عن بقيه الشركات في التجمع الخامس، اللي هي فكره الثلاث اربع تشطيب، ان كل السوق العقاري بيعتمد على فكره نص تشطيب اللي هو المحاره والحلو ومداخل الرئيسيه بتاع الميه والصرف، لا انا بزود على ده جزء ومش بحمله على السعر طبعا، لان دي بعتبرها ميزه تنافسيه. ان هي فكره الثلاث اربع تشطيب، اللي انا بقوم باعمال السباكه كامله، بقوم باعمال النقاشه كلها لحد اللون الاخير، بقوم باعمال الكهرباء بالسلوك الداخليه، وبعمل توزيع الكهرباء بالنسبه للشقه كلها. خلينا نسمع من شركه رياده في الاخر، هي حابه تقول ايه للمشاهدين، حابه تغريهم ازاي علشان هم يجوا يلقوا نظره على الاقل على رياده. والله احنا كشركه رياده خلينا نتكلم ان احنا بفكره التخصص ده عندنا بتتيح لينا ان انا متخصص في التجمع الخامس، فان شاء الله يعني اي حد مستهدف سوق التجمع الخامس هيلاقي كل اللي هو عايزه، سواء من مساحات متنوعه، سواء من اماكن او لوكيشن متنوع، سواء من مناطق سكنيه مختلفه، سواء من اسعار برده متفاوته، نظم سداد. لا انا بحاول بقدر الامكان ان انا اوفر للعميل كل اللي هو يحتاجه بالنسبه لسوق التجمع الخامس، بالاضافه زي ما قلت لحضرتك ان انا دايما بحاول اكون متميز، فاذا ما كنتش متميز يعني اذا يعني في الاول اخترت تميز الموقع، تميز المساحات، تميز التشطيبات، لا كمان انا بتكلم في نظم السداد، وبتكلم في اوفرز انا بقدمها للعميل. احنا الحمد لله نازلين في المعرض هنا باوفر خصم 3% على كل انظمه السداد، فاي حد بيتعاقد معايا في خلال فتره المعرض ديت بيستفيد بخصم 3% من اجمالي ثمن الوحده، وده رقم كويس جدا جدا يعني. تسليم الوحدات، تسليم الوحدات عندي تسليمات ان شاء الله في اول 2017، في حوالي 4 مشاريع هسلمهم في اول 2017، في نص 2017 هسلم حوالي 6 مشاريع، في اخر 2017 بنتكلم في حوالي 4 مشاريع تانيين، احنا بنتكلم في حوالي 14 مشروع في خلال فتره بس سنه 2017، وان شاء الله بدايه من 2018 لا عندنا مشاريع ما شاء الله كتيره يعني. ان شاء الله، انا بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا يا فندم.
بيشرفني استاذ يحيى عدنان، مدير مبيعات شركه فارنا للاستثمار العقاري. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. حضرتك خلال فترة المعرض امبارح والنهاردة، رأي حضرتك في التنظيم ايه ورأي حضرتك في الإقبال ايه؟ هو التنظيم يعتبر جيد جدا. بالنسبة للإقبال احنا لسه النهاردة حاسين بس بان احنا في الانتعاشة في الزيارات، لكن ان شاء الله نتعاشى مع الأيام الجاية ان شاء الله يبقى فيها عدد اكتر من الزوار. بس هو ان شاء الله مجهود الناس اللي هنا عاملين المشروع البارتيشن عاملة كويس، حاجة كويسة قوي ومنتظم كويس جدا. طيب خليني اسمع من حضرتك نبذة عن شركة فارنا. بص، هو حضرتك شركة فارنا احنا ده بالنسبة لنا ده مشروع اول سلسلة مشاريع بتاعتنا في الساحل الشمالي ان شاء الله. ده اول مشروع لينا، ده في الكيلو 53.5 يمين الطريق. احنا بنتميز في المنطقة دي بان احنا عندنا خدمات عالية شوية، عندنا مول تجاري على مساحات 1500 متر كله هايبر ومركز تجاري وخدمات عامة كتير جدا. يمكن المنطقة تتميز ان ما فيهاش الخدمات دي، احنا بنتميز بيها شوية. ومشروعنا في مختلف الخدمات اللي احنا عايزينها. طيب خلينا نتكلم عن المشروع اللي احنا نازلين بيه المعرض بالتفصيل اكتر. حضرتك ممكن تشرح لي الخدمات بتفصيل اكتر؟ هو بس احنا عندنا المشروع عبارة عن 7 بارتيشنات، كل بارتيشن بيبقى فيه مساحات مختلفة ابتداء من 45 متر لغاية 160 متر. بيبقى فيه غرفة فندقية، يمكن الغرفة الفندقية احنا بنتميز بيها في المنطقة دي لان احنا عاملين ادارة خاصة بالوحدات الفندقية بفرشها بإيجارها بكل حاجة، لان احنا بنتميز ان احنا بنستثمر على مدار السنة كلها مش فترة الصيف بس. عندي مساحات تانية بقى أوضة وريسبشن وأوضتين وريسبشن، اللي ممكن توصل كمان برضو 3 أوض وريسبشن أو تاون هاوس أو فيلات مستقلة لبعضها. المساحات كام بالظبط؟ تتراوح ما بين كام لكام؟ عندي من 45 متر لغاية 160 متر، وممكن بتوصل لغاية 250 متر. ده في المساحات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي أوضتين وريسبشن وتلاتة وريسبشن. عندي حاجات بجناين، وفي الجناين بتوصل برضو المساحة برضو نفس المساحات اللي هي الأدوار المتكررة. عندي 75، عندي 80، عندي 96، عندي 105، عندي وصل لغاية 160 متر. الحدائق بتاعتها بتتراوح برضو من أقل حديقة عندي 125 متر، متدرجة بقى عندي 90، عندي 105. ميزة برضو في الجناين إنها كلها بتبص على الحمام السباحة. عندي حمام سباحة على مساحة 1500 متر، في عندي شلالات، عندي كافيتريات على البسينات، عندي من ضمن الخدمات الموجودة في المول التجاري برضو عندي 2 سينما، عندي 2 سينما صيفي مفتوحة في أعلى المول. دي خدمة للمنطقة كلها مش موجودة خالص في المنطقة حوالينا. عندي برضو خدمات تانية بتتميز بأنك أنت لو في خدمة طبية برضو دي مش موجودة في المنطقة عندي. الساحل الشمالي في المنطقة دي بيبقى عايز الخدمات دي أكتر من اللي هي مش موجودة دلوقتي. التسليم خلال قد إيه؟ أنا عندي استسليم الوحدات بتاعتي خلال إن شاء الله 2 سنين. وبالنسبة للقرية ككل خدماتها بحمامات سباحة بكل حاجة عندي 3 سنين. عندي ميزة برضو مش موجودة يمكن قليل قوي في المشاريع اللي حواليا، إن أنا أرض مسجلة شهر عقاري، عندي رخص ببني بالرخص، ما بعتمدش على ان انا ابيع الاول وبعدين ابني، لا انا عندي مباني بالفعل. المشروع كله من بقى له 4 شهور من تاريخ قبل المعرض بيبتدي. انا واصل لمرحله اعداد كويس جدا في الموقع، عندي بنيه اساسيه كامله دلوقتي في الموقع، وان شاء الله خلال شهر او شهر ونص على اول سنه جديده يبقى عندي هياكل خرسانيه موجوده كلها. بالنسبة للمبانين أو 3، وده بيبقى فترة كويسة قوي إن أنا أبتدي فيها عشان أخش الساحل الشمالي أو وقت الصيف الجاي هبقى عندي مباني تعتبر هيكل خرساني كاملة للمشروع كله إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا. عفوا يا فندم، أنا شرفت بحضرتك وشرفتونا في المعرض.
وبيشرفني استاذ محمد موسى مشرف تسويق شركه الماس. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اول حاجه عايز اسمعها من حضرتك نبذه عن شركه الماس. شركه ماس هي شركه تسويق عقاري، شركه عالميه، شركه اساسا كويتيه. احنا عندنا اكتر من مشروع عقاري جوه مصر وبره مصر. عندنا في السعوديه مشاريع زي برج زمزم. برج زمزم ده يعتبر اول مشروع من ابراج البيت اللي اتنشا في السعوديه بحق الانتفاع، نظام تايم شير. وبعد كده عندنا حاجات عقارات في تركيا بنسوقها لكبرى الشركات العقاريه في تركيا. عندنا حاجات في لندن، عندنا حاجات في بلغاريا، عندنا حاجات هنا في مصر في التجمع الخامس وفي 6 من اكتوبر. وعندنا حاجات في حاجات ساحليه زي مشاريع في السخنه، وعندنا مشاريع كمان في الغردقه. شركة ماس بتدور دايما ان هي تختار المشاريع اللي تناسب العملاء، من حيث ان هي تبقى حاجات احنا بندرسها قبل العميل ما يدرسها، بحيث ان العميل يبقى عنده ثقة فينا. احنا اوريدي واخدين شهادة الاي بي بي اللي هي شهادة الشركة من كبرى شركات التسويق العالمية، اللي يبقى عند حضرتك ثقة فيهم في التعامل، من خلال التعامل. فزي ما بقول لحضرتك احنا الشركة العقارية بتاعتنا هي بتقدر تقدم للسوق العقاري المصري او السوق العقاري العالمي حاجات عقاريه في السوق الخليجي وهنا في مصر، حاجات تبقى اوريدي ثقه للعميل يعني. طيب خلينا نتكلم عن المشروع اللي انتوا اوريدي نازلين بيه خلال المعرض. احنا عندنا اكتر من مشروع نازلين بيه هنا في مصر. نازلين بمشروع برج زمزم في مكه المكرمه، ونازلين بمشروع حي المدينه المنوره في منطقه حدائق اكتوبر، ونازلين مشروع اسمه في الغردقه اللي هو اسمه تيبا ريزورت. بالظبط كده. فده المشاريع اللي نازلين بيها دلوقتي المعرض اوريدي. طيب نحب نتكلم مثلا عن تيبا ريزورت بالتفصيل شويه. مشروع تيبا ريزورت انا عندي الوحدات بتبدا، لو بنتكلم على الوحدات هو زي منتجع، مش هنقدر اقول عليه مثلا كومباوند او حاجه كبيره، هو منتجع سياحي. الفكره كلها ان انا في المنتجع السياحي دوت انا عندي حاجات بتبدا من استوديو، غرفه، وان بيدروم، في حاجات تو بيدروم، لحد على حسب احتياجات العميل بتاعتي. والاسعار مش غاليه في الغردقه، الاسعار ممكن تبدا من 250 الف جنيه او ستارتنج من 250 الف جنيه بالظبط. والمساحات من كام لكام؟ المساحات بتبدا من 80 متر لحد 140 متر. طيب خلينا نتكلم عن مشروع اكتوبر. مشروع مكتوبر، مشروع حي المدينة المنورة، هو عبارة عن ميني كومباوند، تمام، عبارة عن 18 عمارة. هو عندي مساحتين بس متوفرين حاليا، لان احنا في المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع. المشروع عندي مساحتين، مساحة 130 متر ومساحة 155 متر. المشروع دوت مشروع واعد جدا، لان احنا نقدر نقول منطقة حدائق اكتوبر من المناطق الواعدة جدا في المستقبل. المستقبل بتاعها عالي جدا. احنا دلوقتي نقدر نقول ان التجمع الخامس وصل للكيرف، بدا يبقى ما بيعلاش قوي في الاسعار، بالعكس التجمع او بعكس اكتوبر او منطقه حدائق اكتوبر تحديدا. الاسعار بتاعتنا اوريدي اسعار تنافسيه جدا، احنا اقل متر سوق. الاسعار اللي عندنا ستارتنج 3600 جنيه، احنا عاملين سبيشال اوفر هنا في المعرض 3600 جنيه للمتر، تمام، سعر المتر الكاش. ممكن نقسط ندفع 25% ونقسط لحد 3 سنين، استلام فوري، نسلم نص تشطيب. استلام عندكم فوري مش بعد سنه؟ لا، المشروع مش اندر كونستراكشن، احنا خلاص احنا في الفينشنج بتاع المشروع، شغالين دلوقتي في اللاندسكيب، فاحنا اوريدي العميل بيستلم مننا، ولو عايز يبدا يشطب ما فيش مشكله. هل سلمت وحدات؟ اوريدي في حاجات فعلا اتسلمت دلوقتي عندنا، في ناس اتسلمت الوحدات بتاعتها وبدات في تشطيبها. طب حضرتك قلت لي ان السعر اللي حضرتك قلته لي ان هو اوفر خلال المعرض، خارج المعرض بعد كده؟ والله احنا خارج المعرض ان شاء الله باذن الله، احنا خارج المعرض المفروض ان السعر هيبقى 4000 جنيه، فاحنا عاملين سبيشال اوفر للمعرض دلوقتي. طبعا 400 جنيه في المتر حاجه مش قليله، بنتكلم تقريبا في حوالي 10%، ف 10% رقم كبير في السوق العقاري يمكن حضرتك عارفه يعني. انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جدا ليكي وشكرا لك.
وبيشرفني استاذ محمد عبد الرحمن مدير مبيعات 100% بروفيت. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اول حاجه احنا معاكم في المعرض خلال الفعاليات بتاعه اليوم الثاني، عايزه اسمع راي حضرتك في المعرض ايه. والله احنا معرض رافال من المعارض الجيده اللي احنا باستمرار مشاركين فيها، يعني دي تقريبا رابع مره نشترك فيها. رابع مره تشتركوا في معرض رافال، هل شايف ان الاقبال والتنظيم في الدوره دي احسن من الدوره اللي قبلها او في فرق؟ بص، لا طبعا التنظيم افضل اكيد طبعا. بالنسبه للاقبال انا الصراحه ما اقدرش احكم عليه لانه النهارده تاني يوم، امبارح الافتتاح كان متاخر شويه، غالبا جمعه وسبت هو اللي بيحدد اكتر فكره الاقبال قوي او ولا ضعيف. طيب مش عايز بس اقول النهارده، منتظر بكره، لانه لحد النهارده الصراحه لا الاقبال مش قوي يعني، فجمعه وسبت عاده هو بيبقى الاقبال فيهم اكتر يعني. طيب خلينا نتكلم على 100% بروفيت، ايه المشاريع اللي احنا نازلين بيها خلال فتره المعرض النهارده؟ والله شركه 100% بروفيت هي شركه استثمار عقاري، بتقدم خدمات متكامله في الناحيه العقاريه، بتعمل استشارات تسويقيه ودراسات جدوى، عندنا اداره خاصه للاراضي بتوفير المشروعات للشركات وغيرها، عندنا برضو تنوع في المشاريع، عندنا في منطقه بيت الوطن اللوتس القرنفل الاندلس، فده التنوع المشاريع اللي بتقدمها 100% بروفيت. اي طيب لو نحب نتكلم بس عن الاسعار والمساحات. الحمد لله احنا عندنا تنوع في المشاريع وفي المساحات والاسعار. بالنسبه للاسعار احنا سعر المتر بيبدا من 4800 لحد 7000 حسب التميز والمكان. المساحات بتبدا من 120 مرورا ب 160 و200 و300 لحد 400 متر. طيب خلينا نتكلم رؤيه 100% بروفيت الفتره دي على الاستثمار العقاري في مصر ايه؟ والله لا، الاستثمار العقاري في مصر هو احد المجالات المهمه والواعده في مصر بصفه عامه، لانه العقار في مصر حاجه ملحه جدا. انت عارفه طبعا ان احنا في مصر قاعدين في رقع بنائيه او في ارض حوالي 4% بس من مساحه مصر. الزياده السكانيه بتحتم علينا انه لازم نبني مدن جديده لاستيعاب الزياده السكانيه دي. فأنا رأيي إن الحاجة للعقار هي حاجة ملحة جدا، وخصوصا في المدن الجديدة، حتى في ظل أزمة الدولار اللي احنا عايشينها وتعويم الجنيه وكده، دايما العملة بتتجه إلى العقار، بتحط استثماراتها في العقار لأنه فعلا أضمن وأمن استثمار موجود دلوقتي. طيب المشاريع اللي مقدماها 100% بروفيت، الخدمات اللي هي بتقام فيها إيه؟ والله بص، هو احنا يعني بنقدم خدمات يعني العمارات بشكل مميز، مستوى التشطيب على اعلى مستوى، بنعمل شغلنا كله فكره الفلات سلاب في الناحيه الهندسيه، ده بيوفر على العملاء فكره لو حبوا هم يعملوا تعديلات ما ياثرش من ناحيه اللي هو القمر الساقط اللي بينزل، بنعمل دهانات على اعلى مستوى يوتين، مداخل رخام، اسانسير على اعلى مستوى، دش مركزي، ارضيه الجراشات، ارضيه هليكوبتر بريموت كنترول، دي الخدمات المميزه اللي احنا نقدمها ومواصفات التشطيب بتاعتنا يعني، شوت بوكس في كل دور. ايه الاوفرز اللي انتوا بتقدموها للكاستمر لما بيجي خلال فتره المعرض؟ والله احنا عندنا كذا عرض، اول عرض من حيث المقدم 10% وده اقل مقدم موجود معانا. العرض الثاني انه المقدم ممكن نقسطه على فتره 4 شهور، ما بندفعوش كله دلوقتي. الميزه الثالثه انه الباقي بيتم تقسيطه على اقساط شهريه بدون اي دفعات، ولا ربع سنوي او سنوي او حتى نصف سنوي. فدي المميزات اللي بتقدمها شركه بروفيت لعملائها. طبعا 5% موجود في المعرض. تمام اوكي. التسليم، وقت التسليم، اوقات التسليم عندنا مختلفه، في خلال سنه وفي خلال سنتين وفي ماكسيمم 4 سنين في بعض المشروعات بتاعتنا. يعني حضرتك بتبقى متفق مع العميل ان انت الوحده دي هتسلمها له في وقت معين، مش بتبقى الكومباوند كله مثلا او المكان كله بيتسلم في وقت محدد وموحد؟ لا، هو احنا الفكره ان احنا فكره الكومباوند دلوقتي مش متاحه، احنا عمارات سيبرت عاليه جدا، فعندنا كذا مشروع في كذا مكان، ففي مواعيد مختلفه للتسليم.
لك احنا مثلا في مشروعنا اللي في اللوتس ده مشروع قائم كهيكل خرساني دلوقتي، ده تسليمه في 6/2018 يعني كمان سنه ونص. عندنا مثلا مشروع في الاندلس تسليمه كمان سنتين. مشروع تاني ببيت الوطن وده تسهيلاته كبيره على 7 سنين، ده تسليمه بعد 3 سنين. فعندنا تفاوت في مواعيد التسليم، لكن بيحدد ميعاد تسليم كل مشروع على حده يعني. انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لك التوفيق خلال فتره المعرض. شكرا شكرا، وانا بشكر قناه العقاريه ما شاء الله متواجده في كل المعارض، فان شاء الله نشوفها على طول متالقه باذن الله. شكرا. بيشرفني استاذ عبد الله ابراهيم مسؤول مبيعات شركه ميجاد العقاريه، اهلا بحضرتك. اهلا بك. اهلا وسهلا. اول حاجه انا بهنيك على مشاركتك خلال فتره المعرض وعايزه اسمع رايك في فعاليات المعرض اليومين دول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا معرض بتروسبورت او معرض اسكان بتروسبورت، احنا فعلا كنا اول مره او تاني مره فعلا لينا ننزل معرض، تمام. ما كناش متخيلين ان يعني هيبقى فيه ترافيك شويه او هيبقى فيه عدد اقبال كبير كده، بس فعلا في اقبال كويس جدا. برضو احنا عارفين اليومين دول او الفتره ديت فيها شويه مشكله في الدولار، وفي يعني اللي معاه فلوس خايف يطلعها والكلام ده، بس فعلا في اقبال وفي لا في كميه طلبات وفي كميه اسئله، في كميه استشارات. حتى لو مش هشتري دلوقتي بس انا بعرف يعني عن الاسعار، بعرف ايه النظام، وان شاء الله هتبقى على طول يعني ان شاء الله هتبقى على طول لينا في المعارض باذن الله اكتر يعني على طول هنبقى في بتروسبورت. اوكي. افهم من حضرتك كده ان انتوا في خلال فتره المعرض القصيره دي انتوا عملتوا تعاقدات مهوله. الحمد لله رب العالمين. لا الحمد لله والله يعني، وبرضه لسه احنا لسه في الفتره الجايه باذن الله هيبقى في اكتر من حاجه. احنا متخيلين ان كمان بكره وبعد او الثلاث ايام الجايين هم شويه اجازه، تمام، او في ويكند عامه، فان شاء الله يبقى في اقبال كبير باذن الله. طيب خليني اسمع من حضرتك رايك شركه ميجاد، عايزه اسمع نبذه عن شركه ميجاد. طيب فندم، احنا تقريبا احنا شركه عقاريه، المفروض ان احنا في الاول ابتدينا من 15 سنه كنا عباره عن شركه استشارات هندسيه، تمام. بالظبط من حوالي 8 سنين ابتدى يبقى لينا مشاريع بقى، يعني خلاص الشركه بتكبر، ابتدى يبقى لينا مشاريع مثلا في الشيخ زايد، اكتوبر، الشروق، العبور، مايو، تمام. بالظبط من حوالي 5 سنين ابتدينا نركز بقى في التجمع الخامس عشان في طلب كبير طبعا في التجمع الخامس، شويه في عليها اقبال كبير وسوق بقى مفتوح، تمام، تجاري وفي اكتر من كومباوند، في حاجات سكن كتير، تمام. فهي سوق لاي شركه، وعامه مصر يعني في مصر سوق كبيره، تمام، سوق مفتوح لاي استثمارات اجنبيه او مصريه، تمام. فاحنا لقينا ان التجمع الخامس فعلا هو سوق كويس جدا في الفتره اللي احنا نزلنا فيها، وطبعا السوق ما شاء الله يعني حاجه حلوه يعني. عايزه اسمع من حضرتك تفصيليا البروجكت اللي انت نازل بيه اوريدي المعرض، المشروع اللي انت نازل بيه خلال فتره المعرض. تمام. خلينا اقول لحضرتك، هو احنا يعني احنا الحمد لله رب العالمين شركه ميجاد عندها اكتر من حاجه او اكتر من قسم كمان احنا شغالين فيهم. احنا عندنا قسم شويه تسويق حصري، تمام، او تسويق للمشاريع الخاصه بينا. احنا لينا مشاريع تحت الانشاء في منطقه الاندلس في التجمع الخامس، لينا كمان في منطقه ابو الهول في التجمع الخامس اكتر من مشروع. طيب ممكن حضرتك تشرح لي المشروع اللي في التجمع الخامس تفصيل؟ تمام اوكي. يعني احنا عندنا، حضرتك عارفه التجمع الخامس كويس؟ طيب احنا لو انا حضرتك مش عارفه التجمع الخامس كويس حضرتك لخبطتني، فالمشاهدين عارفين التجمع الخامس كل شبر فيها. طيب هو منطقه الاندلس بالظبط بينها وبين الجامعه الامريكيه دقايق، احنا بنتكلم تقريبا 3 دقايق او 4 دقايق، تمام. الاندلس يعتبر من افضل مواقع التجمع الخامس دلوقتي عشان حواليها ما يقرب من 20 كومباوند مثلا، تمام، زي كومباوند هايد بارك، كومباوند ميفيدا، كومباوند قطاميه ديونز، كومباوند ايست تاون تبع شركه سوديك، تمام. حوالينا ما يقرب من 15 مول تجاري اللي هم خدمات الجامعه الامريكيه عامه، بيننا وبين الجامعه الامريكيه قلنا 3 او 4 دقائق تقريبا، قريب جدا لينا 3 او 4 نوادي زي نادي القاهره الجديده، نادي الزهور، نادي هليوبلس الجديده دلوقتي في كومباوند هايد بارك، تمام. عندي بقى دلوقتي في اكتر من، يعني انا عندي اكتر من مشروع كمان في الاندلس،
تمام، يعني عندي قطع متميزه زي مثلا مشروعنا قصر ريتيل، تمام لو حضرتك جبتيه، تمام دوت شويه واخد التصميم الغربي او تصميم ماونتن فيو، تمام هو التصميم شويه مميز جدا، عباره شويه لو حضرتك واخده بالك هو شويه واخد الطوب الفاخر اللي هو الطوب الازرق ده، تمام عندي فيه بقى وحدات تقريبا مساحتها من 170 متر لحد 300 متر او 350 متر، تمام كده. المفروض ان احنا بنتكلم مثلا ان افرج الوحده مثلا عندي او اليونت عندي مثلا الشقه تقريبا بتبقى 170 متر دلوقتي مليون جنيه تقريبا، مليون جنيه بالظبط. كام المساحه كام قد ايه؟ بنتكلم 170 متر 180 متر، بتوصل بقى الدوبلكسات شويه 315 متر 350 متر. طيب ونظام التقسيط عندكم ايه؟ احنا عندنا تسهيلات بتوصل كمان لخمس سنين، يعني ممكن لو 60 شهر بدون فوائد تقريبا بتبقى 25% والباقي خلاص دفعات ربع سنويه على طول لمده خمس سنين بدون فوائد. طبعا احنا الملاك في المشاريع بتاعتنا، فعندنا مرونه كبيره جدا، يعني بنشوف برضو بنعمل ورقه ماليه مناسبه للعميل، تمام مناسب ليا ادفع قد ايه او كده، دي باذن الله احنا عندنا مرونه، الاداره الماليه على طول بتعمل ابروف على اي ريكوست ليها. ايه هي الاوفرز اللي انتوا نازلين بيها خلال فتره المعرض؟ احنا عاملين خصم 5% بمناسبه معرض اسكان البترول 5%، يعني احنا مثلا لو اليونت بتاعتنا اوكي مثلا مليون 200 او مليون 150 دلوقتي سعرها ممكن يبقى مليون 50 او مليون جنيه، تمام لمده المعرض وكمان 10 ايام يعني بعد المعرض لاي حد هيعمل معايا هولد مثلا على اي يونت معين. انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لكم التوفيق خلال فتره المعرض. ربنا يبارك في حضرتك وان شاء الله في تقدم على طول باذن الله. نورتينا. مشاهدينا من فعاليات المعرض العقاري لإسكان البترول اللي بتنظمه شركة رافال، قدمنا لكم تغطية خاصة زي ما عودناكم، وبكده حلقتنا خلصت، استنونا في حلقة جديدة.